علاش؟ حيت دمجوا الناس اللي بغاو ونقصونا حنا اصحاب حق. هاد الشيء اللي كتعرف اللي دخلات اشنو هو علاش تدخل؟ ها؟ ما جيب طويسات، ما عندها مريق، ما عندها اسطول، ما عندها والو، وكتر ساهمت في اختناء هذاك الطويسات. لا كذب عليك كذاب، انت اللي طلع ديال الطويسه اش تقرا؟ تقرا الفوق ازا اوبي غير مستغله باش حنا ما نخربوش القانون. بلاتي حنا عندهم التسيير، عندهم استغلال، عندهم قانون، عندهم قانون ديال التسيير. حنا هاد الناس يدخلوا ازو اللي دخلوا، لكن حقنا في كاين. حنا عندنا احكام غير منفذه، بغينا هاد الناس اللي فوضوا ازو اللي دخلوا يحلوا لنا معاهم المشكل، حيت عندنا الماده 19 من يحل محل مشاكل سابق ويخصو يحل المشكل. مشينا على ازا قال لك حنا غير مستغلين، حنا بحال شي موظف. وتصور بالله عليكم ازا كتقانا 860 مليون في الشهر، 860 مليون في الشهر، ما جيب اطوبيس، ما كتخلص غازول، ما كتخلص من جيوب المواطنين. هذه على عيب اللي دارها مجلس المدينه اللي هي مؤسسه التعاون للجامعات. لكن خروقات خطيره في هذا الملف ديالنا، هاد الخروقات. هاد الشركه باش داخله؟ علاش كتاخذ 860 مليون؟ ما عندها مرفق، ما عندها، ما كتخلص خدام، ما كتخلص غازوال. وحنا ملي طلبنا حقنا قال لك انتم عندكم نزاع مع النقل المدينه. حنا ما عندناش نزاع، دابا حنا النزاع ديال نقل المدينه غير مبهم. نقل المدينه غير مسير للتدبير والمفاوض. حنا حقنا مع العمده، العمده ريحنا غير شي مره باش يجوا عطاونا وعود ان غادي تسوق الوضعيه ديالنا. الرميلي، نبيله الرميلي عمده مجلس مدينة الدار البيضاء، واللي هي رئيسة مؤسسة التعاون للجامعات. اش بغيت تقولها اليوم؟ أنا باغي نوصلها ميساج، هذوك الوعود اللي عطيتينا راه سياسي. ملي كتخلى مشكل بين وعد من الوعود ديال المواطن مابقيتي صالح في هذا المنصب، كتولي خيانة ديال الوطن. علاش؟ حيت موظف في الدستور المغربي خاصك تحلي راه منتخب ديري لك المغاربة باش تحلي المشاكل، ماشي باش تجيبي السلطة الأمنية ويحميك. هي منتخبة ما عندها صفة ضبطية باش تحماك، أنت مديونة باش تحل لك قضايا ديال المشاكل ديال المواطن، ماشي باش تجيبي السلطات يقمعونا يبيونا. هاد الناس ما بغينا منهم والو. إلا كنا حنا مغاربة وعندنا بطاقة وكنقولوا الله على الوطن الملك والصحراء المغربية من طاجة القوينة، يعطونا حقنا يعترفوا بالمغربية ديالنا. حنا وطنيين. واش من حقك عندك؟ عندنا حق ديال، عندنا حكم. انتوما شنو كنتو كديروا انتوما؟ حنا كنا موظفين، كنا كنديروا مراقبين نقل المدينه. ومنين مشات نقل المدينه داروا لها الافراغ، ماشي قبل اوان، قبل ما تسالي العقده ديالهم داروا لهم الافراغ وجابوا ارزا. حنا من المشاكل ديالنا قال لهم نفذوا لنا احكام الماده 19 والماده 754 من العقود والالتزامات كتحل ان من يحل محل. مشينا عند ارزا قال لك حنا مستغلين، مجلس المدينه هو اللي كيخلص، هو اللي هذا بحال شي موظف. جبتي شركه ها؟ تدبير ها بالوراق، اما بالقانون راه باقا كائنه بذاتها. نقل المدينه قانونيا، باقا الارسي، باقا الممثل القانوني، باقا الموظفين، باقا المدراء اللي جراو علينا، باقي خدامين. فين هي العرزه؟ باغي نعرفوا فين هي العرزه؟ المدير العام، مدير سابق ديال نقل المدينه، مدير الموارد البشريه، مدير سابق ديال نقل المدينه، فين هي العرزه؟ راه كاين على اللوغو وكتاخذ عليه 860 مليون في الشهر. من اين لك؟ علاش كتاخذ هذه القيمه هذه؟ شنو هي الاداره اللي دارت؟ ها كلشي ديال المغاربه، كلشي هذا المال ديال المواطن. شنو زاد زاد عازق باش ما يكذبوش؟ جابوا مستعمر هذا كياكلوا معاه طرف الخبز. هذوك الناس اللي داروا معاه اتفاقيه واللي سهروا على هذا عازق باش يجي يدخلوه كياكلوا معاهم طرف الخبز. ما يمكنش شركه ما عندها لا تدبير، ما عندها لا مرفق، لا غازوال، لا خدامه، لا طويسات، وتاخذ 860 مليون من جيوب المواطنين. كاين واش لا يعقل؟ المدينه باقا قائمه، باقي قائمه بذاتها قانونيا. علاش؟ حيت دابا المرفق باقي ساري المفعول، المقر نفس المقر، الاسطول نفس الموظفين، نفس العطور، نفس المضارع. وارزا شنو كدير دابا؟ ارزا جيب على السميه، معلقه تما حيدوا السميه نقل المدينه وداروا سميه ارزا. المحكمه حكمات لك، عندنا حكم نهائي، وعندنا عدم تنفيذ، وعندنا الوراق ديال مفوض قضايا. هاد الناس عطاونا الوعود فارغه. العمده، شوف العمده، الاخوه اللي خاصكم تعرفوا، ريحنا معاه، عطاونا وعود. انا خصني تحل المشكل. لا يعقل ان انا عندي كيقول لك تعدي نزاع مع نقل المدينه، وعلاش خلصتوا نزاعات ديال شركه التامين؟ علاش خلصتوا الشركات ديال لاسينيسيس؟ علاش خلصتوا لي فورنيسور؟ ملي قلنا لهم هذوك هما راه نزاع ديون متراكمه على المشغل السابق، قال لك هذيك ديون ممتازه. عمرك سمعتها الاخوان؟ ديون ممتازه، ديون ممتازه هو ديال الاجير اللي ما عندوش حتى لقمه عيش،
ما لاقيش فين يخدم وما لاقيش من ياكل. ها 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 المواطن اش كيساوي؟ ها هي قوات الامنيه. حنا بدع عشرات، حنا عشرات النازبين لينا فرقه، ها الفرقه يديوها الصحراء، يديوها السبت ومنينيا، جيبينا نقنعوا بها مواطنين ذوي حقوق. الظلم ديالك انت باغي تستخلص المتاخرات ديال الدول اللي حكمت عليكم المحكمه. اييه خوفا من النقطه. اييه فين وصلتي مع هاد الناس؟ عطانا وعود ولكن النتيجه النتيجه قلنا لهم شنو هو الحل؟ مشاو جاوبوا لنا السلطات الامنيه، هذا هو الحل، ما باغي يديروا معنا حتى شي حاجه. حنا عندنا حقنا، واش عندك حكم؟ وهاد الناس ما معترفينش بالاحكام القضائيه، وحكم باسم صاحب الجلاله وما تعترفش به، راه هادي راه مصيبه، راه مصيبه كبرى، راه خاصو اعلى سلطه في البلاد يدخلوا للناس الداخليه ولا الناس ديال الامن ولا الناس اللي شادين في زمام الامور. راه هاد المنتخبه وهاد السيده العمده راه هنا طغات علينا هنا في هذا المجلس، راه كتستعمل المنصب والحزب ديالها في المصلحه الشخصيه ديالها، راه ما خدامه والو، راه غير مسيره ماشي مخيره. داكشي الوعود اللي عطاوه الانتخابات ما حطوش امام الواقع. ها هي دابا الدوره استثنائيه وليت دار شهر 10، علاش دارت استثنائيه؟ كاينه خروقات خطيره. لا كاينه في القانون دوره استثنائيه. الدوره استثنائيه. وعلاش؟ وهاد الدوره علاش كنسميوها دوره استثنائيه اخي؟ انت صحابها فيها من القانون. علاش؟ 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 الشريع كيعطي لك القانون. اي عطي علاش كدير؟ الا كان شي خروق من الدوره العاديه كاين شي حاجه. انا ما وافقتش لك على هذيك الدوره العاديه. انا ما وافقتش لك راه خاصك دير الدوره الاستثنائيه. علاش؟ عاد امورك. هذه هي المهضره. وش هاد الناس اللي انتخبوا الشعب والمواطن البيضاوي ما كيمثلوش المواطن، كيمثلوا المصالح ديالهم. وها الغريبه وهذا حنا كندوزوا من اسباب